بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة علينا بظروف أفضل. استمع مجلس الوزراء اليوم إلى شرح أخي وزير الصحة الدكتور باسل وفريقه، واستمعوا إلى كل ملاحظاتهم وتقييمهم لهذه المرحلة وجميع توصياتهم، وقرر مجلس الوزراء مع انتهاء القرار الصادر بفرض الحظر الشامل أن لا يمدد للحظر الشامل بعد 30 الشهر، وننتقل إلى مرحلة الحظر الجزئي. سوف يتم الإعلان عن تفاصيله يوم الخميس إن شاء الله، سوف يعني من هذا الموقع يقدم كل تفاصيل هذا الأمر وخطة العودة إلى الحياة تدريجيا سمو رئيس مجلس الوزراء وفريقه العامل بإذن الله. كذلك بناء على أمر سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتكريم كل العاملين بالصفوف الأولى والصفوف المساندة، قرر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ورفعت اللجنة توصياتها بطرق وقواعد هذا التكريم. وسوف أطلب من الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية الأخ بدر الحمد بالحديث عن هذه التفاصيل. نتوقع إن شاء الله بأن الأمور تتحسن، وأشكر الجميع المواطنين والمقيمين على الالتزام الكبير اللي بين أثناء فرض الحظر الشامل، وبإذن الله هذا الالتزام يستمر معنا في الحظر الجزئي الذي سيتدرج بعودة الحياة، ويعني تكون هنا يخف آثار هذا الوباء اللي ابتلى العالم كله فيه.